قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في القناة الخليجية، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها سؤال يذكره السائل: هل لزوجتي أن تذهب إلى امرأة يقال لها الكوافير التي هي بالعربية الماشطة لتهيئها وقتا بعد آخر، أو لا يجوز ذلك؟ أقول بالله التوفيق، إذا كانت لن تفعل أفعالا محرمة كالنمص مثلا، كالنمص على سبيل المثال، فلا بأس ما لم تكن عورتها تنكشف على هذه المرأة، والله تعالى أعلم. وكذا ما لم يكن هناك رجال يرونها، وما لم تكن ستتبرج بهذا الذي تصنعه لرجال أجانب، والله أعلم. سائل يسأل عن حكم الصبغ بالسواد للرجال، حكم صبغ الرجل شعره بالأسود. أقول إجمالا، العلماء فيه ما بين مجوز ومانع، والأحاديث المانعة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فطعن البعض في لفظة وجنبوه السواد، وكذلك نزل البعض الحديث على أنه واقعة عين خاصة بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق لكبر سنه، والله أعلم. هناك حديث آخر أيضا هناك خلاف في سنده ومعناه: لكنن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. فمن العلماء من استدل بهذا أيضا على المنع، والظاهر أن المتن لا يساعد على ذلك، لأنه جمع بين أمرين: لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد، فجمع بين أمرين. وثم شيء آخر، ألا وهو قول من قال إن هذا وصفهم ليس وليس السبب المعول عليه في دخولهم النار أو بعدهم عن الجنة هو الصبغ نفسه، إنما كما قال الرسول سيماهم التحليق، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل عن لبس المرأة الخلخال في رجليها، هل هذا جائز؟ إذا كان في البيت للتزين للزوج فلا بأس، أما أن تخرج به وتضرب الأرض أو تضرب رجليها ببعضهما حتى يسمع صوت ومن ثم يلتفت الرجال، فهذا يمنع لقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العدوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الصوت ضعيف لو سمحت. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت حضرتك انا عاوز اسأل سؤال بس كده. الصوت يا اخوة غير واصل الي.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تفضل. سمحت، لو سمحت يا شيخ، أنا عاوز أسأل سؤال بعد إذن. اتفضل. لو سمحت، أنا عندي، أنا بلاقي يا شيخ بقالي حوالي 10 سنين أو يمكن أكتر كمان، ماشي، لحد إن أنا عملت عملية، بس برضو ما يا ربنا إخوة ما الصوت قدرش غير كده. واصل إلي هنا يا إخواني. قاعد السؤال. بقول لحضرتك يا شيخ مصطفى، يا شيخ مصطفى واصل. سمعني؟ سمعك على ضعف وتعب. بقول تفضل. لحضرتك انا تعبان، عندي تعبان من 10 سنين، وحضرتك عملت عملية برضو ما ريحتنيش، فهل حضرتك يعني ده غضب من الله او بلاء او ايه بالظبط؟ عاوز اعرف يعني. لا تيأس من رحمة الله، فكل شيء عنده بمقدار، والشفاء زمنه مقدر، وواصل الدعاء ولا تيأس أبدا من رحمة الله. بارك الله فيك. يسأل سائل عن رجل جامع زوجته ولم يمني ولم تمني الأخرى، هل عليهما غسل أو ليس عليهما غسل؟ فأقول بالله التوفيق، يجب عليهما الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والله أعلم. فسائل يسأل آخر يقول: ابنتي صغيرة، فهل يجوز أن تدخل علي وأنا مع أمها زوجتي في الفراش في وضع شائن؟ أقول وبالله التوفيق، إذا كانت البنت تميز فلا يجوز هذا، ولقد قال تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. أما إذا كانت لا تميز فلا بأس بدخولها، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يسأل عن معنى نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن القران في التمر، وهل هذا القران ينسحب على غير التمر أم هو في التمر فقط؟ القران أن تجمع بين تمرتين أثناء الأكل، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القران في التمر إلا أن يستأذن أحدنا صاحبه، إلا أن يستأذن أحدنا صاحبه. إذا كنا نأكل مع جماعة والناس تتناول تمرة تمرة، ليس لك أن تتناول تمرتين تمرتين إلا بإذنهم، إل هذا وينسحب على غير التمر الذي حالته وتوصيفه تشبه حالة التمر وتوصيفه، والله أعلم. أما الأشياء الصغيرة مثلا كالترمس أو اللب ونحو ذلك فلا ينسحب عليه ذلك، والله أعلم. سائل يسأل عن حكم قراءة القرآن وهو على جنابة، لا يسأل عن مس المصحف، إنما يسأل عن حكم قراءة القرآن عن ظهر قلب، يعني من حفظه وهو جنب، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. أما حديث علي رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجنب والحائض عن قراءة القرآن فحديث ضعيف غير ثابت، والله أعلم. يسأل سائل عن خاتم البلاتين للرجال
هل هو حلال أم حرام؟ فأقول بالله التوفيق إن خاتم البلاتين للرجل حلال، ولم يرد فيه منع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا الأصل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والله أعلم. كذلك يسأل عن خاتم الفضة للرجال، هل يجوز؟ نعم يجوز أيضا، قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة نقشه محمد رسول الله، والله أعلم. يسأل سائل، هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الركعة الأخيرة من الوتر بسورة قل هو الله أحد مع قل أعوذ برب الفلق مع قل أعوذ برب الناس، أم أنه اجتزأ بقراءة سورة الإخلاص فقط؟ أقول وبالله التوفيق الوارد سورة الإخلاص، لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالفلق أو بالناس بسند ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، إنما قرأ بسورة قل هو الله أحد، والله أعلم. يسأل سائل، هل دعاء الوتر يستحب دوما أو يجوز الترك أحيانا؟ قل وبالله التوفيق يجوز الترك أحيانا وهو يستحب كذلك، أعني إن فعلته تثاب، إن تركته فلا إثم عليك. أما الإثابة فلقول الحسن بن علي رضي الله عنهما، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت، إلى آخر الحديث، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا عم الشيخ، أنا كل ما بتخطب باجي بتفلت، عايزك تدعي لي. بارك الله فيك. الأخت تقول كلما خطبت فضت خطوبتها ولم تتم، فأقول وبالله تعالى التوفيق اصبري واحتسبي وعليك في الدعاء، فكل شيء عند الله بمقدار، ولا تيأسي من رحمة الله، بارك الله فيك. يقول السائل، هل يجوز لامرأة تقدم لها شاب ورآها وانتظر رأيها، هل هي موافقة أو ليست موافقة، فأجلته يومين، هل يجوز لغيره أن يتقدم لخطوبتها أو لا يجوز؟ أقول يجوز، لأنها لم تركن إلى الأول، ولم يركن إليها، ولم يعلم أنها مخطوبة له، فالخطوبة على خطبة الأخ تمنع إذا كانت المرأة قد أبدت ركونا إلى الخاطب، وأبدى الخاطب ركونا إليها، وكذا أولياؤها. فهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، يعني على الخطبة التي تمت وتمامها يكون بموافقة الولي والمخطوبة والخاطب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى عايز اسأل سؤال. اتفضلي. لو سمحت، انا كنت سايبة شغلي من فترة حوالي يعني منذ 10 سنين، ولأسباب يعني لأسباب خاصة اتقطعت عن العمل، وبعدين دلوقتي حصل عندي ظروف ان انا عايزة ارجع تاني عشان ولادي وجوزي مريض يعني.
فانا مشيت بالطرق اللي هي الشرعيه، رحت المحافظ وكده، فما عرفتش زحمه وما عرفتش اخش. وبعدين الشغل بتاعي اصلا مش هينفع اذا كلهم قالوا محكمه القضاء يعني. فعشان اقعد محامي، المحامية قالت هينفع وهتقدم ورق كل حاجه، بس فيها حاجه ان هي تعمل شهاده ان انا كنت تعبانه نفسيا. لا استطيع. الشهاده دي اصلا ما اعرفش فيها تلاعب فيها ايه، يعني هتاخد 1000 جنيه وتطلع لي الشهاده ان انا كنت منذ الفتره الطويله دي اللي انا قعدتها في البيت، قعدتها ليه؟ عشان ايه؟ تقدم ورق للقضاء عشان ايه؟ عشان انا ارجع شغل. فانا مش عارفه ارجع على كده. لا يا وانا اختي، مضطره ان انا ارجع لان جوجل مريض كارثه لا وتعبان يجوز، وعنده شويه لا تعب يجوز، وظهر وجعه. لا يجوز ان افتيك بالتزوير، التزوير حرام، التزوير حرام ولا يجوز، التزوير حرام ولا يجوز، وبالله تعالى التوفيق. هذا وسائلة تسأل أو إتباع للسؤال الأول من جواز تقدم رجل يخطب بعد أن رأى رجل المخطوبة ولم يبدي لها ركونا. فالدليل على الجواز أن فاطمة بنت قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن أنكحي أسامة بن زيد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: هل تجوز قراءة القرآن مضطجعا؟ نعم تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مجاعه نفس في يديه بالمعوذات ومسح بهما رأسه وما استطاع من جسده، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك زينب يا فندم. اتفضلي. أنا عندي بس استفسارين بعد إذن حضرتك. اتفضلي. أولا كنت بستفسر عن السلام بالإيد ما بين الرجل والمرأة. هو إحنا ما بيننا ربنا سبحانه وتعالى والحمد لله. بس أنا بطبيعتي ما بحبش أسلم على حد. فناس كتير بتنقضني، بس أنا فعلا يعني هل ده مثلا فعلا ولا أنا مقفرة ولا إيه؟ بس أنا مستحرمة، فبيقولوا لي العادي. لا لا لا، أنت على صواب، اثبتي على ما أنت عليه. جزاك الله كل خير يا فندم. النبي قال إني لا أصافح النساء. نعم يا فندم. النبي قال إني لا أصافح النساء. نعم. وعائشة تقول: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. ربنا يجزاك كل خير. وفي الحديث: لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، قد روي موقوفا ومرفوعا. ربنا يجزيك يا شيخنا. ربنا يجزيك يا شيخنا. أنا بشكر حضرتك جدا يا شيخ. شكرا لوحد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل سائل عن المشي حافيا أحيانا، هل جاز؟ نعم يجوز، إذا كانت الأرض سالمة وليس فيها ما يضرك أو ما يلوثها، والله أعلم. يسأل سائل: من أولى الناس بدفن المرأة؟ من أولى الناس بدفن المرأة؟ إن استطاع أولياؤها أن يدفنوها دفنوها، وإلا فيجوز لرجل أجنبي أن يدفنها. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته قال: هل منكم من رجل لم يقارف، هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم من رجل لم يقارف؟ ومعنى يقارف أي لم يجامع. فنزل أبو طلحة فقبر بنت الرسول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمعت يا شيخ، أنا كنت يعني عايزة ألبس النقاب، بس أنا لبسته فترة قبل كده وقلعت، يعني لبسته حوالي 3 شهور.
البسي النقاب واستعيني بالله، البسي النقاب واستعيني بالله عز وجل واثبتي. السلام عليكم. سائل يسأل يقول: هل يجوز لزوجتي أن تعمل عملية أطفال الأنابيب؟ نعم يجوز، إذا كانت الطبيبة ثقة مأمونة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يستاهل الحمد. لو سمحت عايز أسأل حضرتك، أنا كان جوزي من حوالي 20 سنة كان يبعث لي فلوس على البنك، والبنك كنا يعني قضينا بيه مصلحة واشترينا بيت والحمد لله. فما كنتش فاهمة في الأول إن حرام الأرباح والحاجات ديت، اللي كنت فاهمه ان طالما انا مش قادره اشغل الفلوس ديت مش حرام ان انا ايه اخد عليها الحاجات دي، ففهمت بعدين ان الشيء دوت حرام. فانا مثبت عندي الارباح في الدفتر، فايه اللي انا اعمله بالنسبه للارباح اللي في الدفتر؟ ان استطعتي هل ينفع ان انا اخد الارباح ده واعمل فيها ايه وازود عليها الفوائد الربويه ما دامت موجوده لم تنفق؟ جنبيها جانبا وتصدقي بها على الفقراء البعيدين عنك، أو ضعيها في أي عمل بر بعيد عن المساجد على سبيل التخلص منها، والله أعلم. وجزاك الله خيرا. هذا وسائل يسأل: هل الأمور التي تمر بنا الآن مقدرة ومكتوبة أم ليست بمكتوبة؟ أقول وبالله التوفيق، بل هي مقدرة ومكتوبة. الأمور التي تمر بنا مقدرة ومكتوبة. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. وقال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار. الحديث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا دلوقتي أنا يعني الحمد لله فضل الله ربنا من عليا من التزام أنا وأهل بيتي وكده، أنا وأصول أنا وزوجتي يعني. نعم. أنا وزوجتي الحمد لله ربنا من علينا يا رب يتمم الفضل الحمد لله يعني. يا رب يتمم الفضل. فالحمد لله دلوقتي أمي يعني ربنا يعني ابتلاها بمرض الله يعافيها، فهي يعني فشعرت كده إن هي لا تشكر لا تشكر حتى النعم، وهي يعني تستعجل الشفاء. فضلا عن ذلك مثلا لما أجي أقول لها مثلا بعد إذنك يا أمي مثلا حاولي تصلي تقربي الله عز وجل، وهي كبيرة في السن فهي لا تتقرب، يعني اشعر انها يقول انا عم ابقى اشفى اقوم هبدا اقوم اصلي مالكش دعوه انت. يعني استشعر كده ان هي يعني لا يعني لا تقدر السن اللي هي فيه. يعني ما السؤال؟ ما السؤال يعني ما السؤال اختصارا؟ فانا عاوز انصحها، مش عارف انصحها اقول لها ادعو لها بالهدايه، نصحت واديت، ترقب الفرص الطيبه وذكرها وادعو الله لها بالهدايه. بارك الله فيكم. يسأل سائل يقول: إنه لا يستطيع أن يصلي قائما مدة طويلة، فهل يجوز له أن يصلي ويقرأ بقصار السور بدلا من أن يجلس؟ نعم يجوز له أن يصلي ويقرأ بعد الفاتحة بقصار السور، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز للشخص أن يأكل مع شخص مريض أو أن هذا يمنع؟ أقول بالله التوفيق: لا يمنع ذلك، بل هذا جائز، إلا إذا كانت هناك بعض الأمراض المعينة كتلك التي قال النبي فيها:
فر من المجذوم فرارك من الأسد فلا بأس والله أعلم. السلام عليكم. تمام ولا دلوقتي بقيمتها دلوقتي؟ لا أعيد السؤال يا والدة. السؤال اللي أنا قلت لك حضرتك إن أنا معايا فلوس كانت في البنك قبل كده وعملت بيها مصلحة واشترينا بيت طبعا عليها أرباح، فالفلوس ديت أطلعها قلت لي حضرتك طلعها للفقراء، فبطلعها بقيمتها بتاعة زمان ولا قيمتها دلوقتي؟ هي كانت بالدولار. لا إذا كنت تضبطيها تضبطي الرقم اخرجيه كما ضبطتيه، إذا كنت ضبطتيه بالجنايات اخرجيه. طيب ممكن حضرتك أسمعك من التلفزيون لحسن طيب السمع طيب صوتي طيب. جدا. إذا كانت الأموال الربوية معلومة محددة فأخرجيها كما علمت وحددت، إن كانت بالدولار بالدولار بالجنيه بالجنيه والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في واحدة ست جوزها بيعملها معاملة سيئة جدا ويخلي عيالها يمدوا ايدهم على امهم وبيعملها اسوأ معاملة، فالست دي سوت المعاش وطلعت المعاش واخدت مبلغ نهاية الخدمة، فحبت انها تطلع عمرة بالفلوس انها طلعت لها، تطلع عمرة وتطلع واحدة تانية معاها حبيبتها تطلعها عمرة معاها، هل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لكن اولادك اولى اذا كانوا اهل استقامة. اولادك اولى اولادها سيئين الخلق. أولادك أولى من صديقتك. طب إذا كانوا بيعاملوا الأم معاملة سيئة جدا. على كل حال يجوز ما تريدينه، لكن أنا أنصح أن تمسكي عليك بعض مالك اعتمري، وأمسكي عليك بعض مالك أنفع لك والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. عليكم السلام. ايوه يا شيخ ابراهيم، ده انا عندي مشكله كبيره جدا وعايز اكلم حضرتك فيها. لا كبيره جدا لا تصلح على الفضائيه، خذي الرقم وكلميني في الهاتف. طيب ماشي، انا هاخد الرقم بتاع حضرتك ان شاء الله. سائل يسال عن حكم مبيت الرجل وحده، لا باس بان يبيت الرجل وحده، اما حديث نهى عن الوحده أن يبيت الرجل وحده أو يسافر الرجل وحده فأراه معلولا، أراه معلولا. وقد اعتزل النبي عليه الصلاة والسلام نساءه شهرا فكان يبيت في مشروبة عليه الصلاة والسلام، قد كان النبي في غار حراء يبيت وحده صلى الله عليه وسلم والله أعلم. يسأل سائل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة فمرت على قوم ليجدوا ريحها فيها زانية، هل هذا ثابت وما المراد بالزنا؟ نعم الخبر ثابت، وليس المراد بالزنا كزنا الفروج، إنما المراد بالزنا كما في الحديث العين تزني وزناها النظر والله أعلم. وسائل يسأل يقول هل يجوز لي أن أخرج من مال والدي وأنا أعمل في مال والدي نسبة تقارب 30% كل شهر من الربح؟ قل هذا كثير ولا يجوز إلا بعد استئذان الوالد والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. سؤال في الرسائل القصيرة، شخص أقسم يمينا أن المرأة إذا ذهبت إلى بيت أبيها لن يذهب ولن يأتي بها، فما العمل؟ العمل أنك تكفر عن يمينك وتأتي بها ولا تحسب عليك تطليقة، وبالله تعالى التوفيق. يسأل سائل أو سائلة تسأل عن حكم إمامة ابنتها الصغيرة لها، بنتها تبلغ 10 سنوات وتريد أن تؤمها في الصلاة، هل هذا يجوز؟
مع العلم بأن البنت متقنة للقرآن ومتقنة للصلاة والأم أقل من ذلك. نعم يجوز أن تأمها البنت، وعمر أو عمرو بن سلمة كان يؤم الناس عمره 6 سنوات أو 8 سنين، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت، في زوج وزوجة يعني ما خلفوش ما انجبوش، فالزوج دوت لو توفى. نعم ارفع الصوت لو سمحتي. الزوج لو توفى. ايه. الزوج لو توفى. نعم. هما ما عندهمش اولاد. نعم. هل يحق للورثة ورث الزوج ان هما يخرجوها من الشقة؟ وهي طبعا هي دي الشقة اللي عاشت فيها من الزوجية. لا، هي لا تركة، لها ربع تركة الزوج، لها ربع تركة الزوج وليس لها بعد ذلك شيء، لها ربع تركة الزوج وليس لها بعد ذلك شيء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ثلاث أسئلة يا شيخ. اتفضل. أول سؤال، كيف نرد على شبهة في إعفاء اللحى، أن إعفاء اللحى كان بخصوص مخالفة اليهود والنصارى، وأن الأمر اليهود والنصارى انتفى فانتفى معه تربية اللحى. السؤال الثاني، لما يجي يناقش حد في الربا، أنا مقتنع أن الربا حرام، بس يجي يقول أن لا ده الربا في ناس وفي فتوى مجمع الفلوس الإسلامية أحل زوائد البنوك وأحل، وفي علماء أحلوها، وأنا باخد برأي العلماء دول، فهل نقف عن الجدال وقتها ولا خلاص عشان دول علماء؟ ولا ايه الموقف بالضبط في الحجه مع وهو احد الاقارب ليها جدا؟ فنرجو منك التوضيح. السؤال الثالث، لما بيجي حد يطلب سرقه واحنا لا نثق في مين في 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 هل هو اهل السرقه والجمعيات هتوصل ولا لا، الحل ان احنا نعطي السرقه اي سائل يسالنا، ولا في ناس تقول لك لا ده احنا ليس عندنا، ما تديش اي حد يسالك لان كده هو انت بتتهاون في حق ربنا انك ما يوصلش صح. ايه الحل، ندي نعطي ولا نمنع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. اما عن الشبهة التي فيها خالفوا المشركين قصوا الشوارب واوفوا اللحى، وسؤال الاخ ان الايفاء كان مقيدا بمخالفة المشركين، فاقول ان النبي لما قال خالفوا المشركين لم يقل خالفوا المشركين وأطلقها، إنما بيّن صورة المخالفة بقوله قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، ولم يكن النبي حالقا للحية، ولم يرى أحدا من الصحابة حلق وأقره أبدا على رسولنا الصلاة والسلام، فصورة المخالفة حددت لم تترك، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. أما القائل بأنه متبع لقول عالم في الربا، فليس هناك قول بعد قول الله، قد قال تعالى أحل الله البيع وحرم الربا. أيضا يسأل السائل عن الصدقة، يسأل السائل عن الصدقة، هل أتحرى في شأن طالب الصدقة أو أعطيه دون سؤال؟ أحيانا يكون حال السائل دالا على فقر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه قوم من غطفان مجتاب النمور، رأى ما بهم من أثر الفقر والفاقة، فرغب الصحابة في الصدقة. فأحيانا حال السائل لا يستلزم مني كبير بحث، وأحيانا قدر الصدقة التي طلبها السائل لا تحتاج إلى بحث، لكن كانت صدقة كبيرة ينبغي أن أتحرى وأن أضعها في موضعها، والله أعلم. أما حديث تفكر ساعة خير من عبادة 1000 عام فلا صح، كذلك حديث الحكم في عمل المرأة إن كانت تعمل في مكان آمن وليس فيه اختلاط ولا تسافر بدون محرم فلا بأس، وإلا فبحسبه، والله أعلم. السلام عليكم. سائل يسأل
عن حكم تزين المرأة لزوجها بالباضيهات أو البناطيل الاسترتش، هل هذا تشبه بالكافرات؟ لا، بل هو حلال، حلال أن تتزين المرأة لزوجها بالبناطيل ونحو ذلك لزوجها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخنا سؤال بس سريع، هو لو واحد كان حد اداله فلوس يوزعها للزكاة وهو كان محتاج من الفلوس دي واخد منها مال، يعني مثلا خد مثلا 3000 جنيه من 10000 جنيه يتفرج بيهم كربه ويسدد دينه زي ما هيوزع على المسلمين الباقيين، وربنا كرمه بعد كده، يسدد المال ده ولا هو خلاص ان شاء الله هو الجائز؟ هل هو كان فقيرا ساعة اخذه؟ هو كان اشترى عربية وكان عليه 20000 جنيه وما عندوش فلوس يسدد، التجارة بتاعته مش ماشية وحاله مش ماشي، فربنا كرم يعني ان شاء الله بالفلوس دي فسدد ثلاثة واتبقى عليه اكتر من 10000 جنيه بعد كده. ارجو اقول لك اذا كان في العرف العام فقيرا او مسكينا جاز هذا، ان لم يكن لم يجز. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل عن حديث إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، هل هو ثابت؟ أقول كلا، بل هو ضعيف الإسناد غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يسأل سائل أيضا عن تفسير قول الله تبارك وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، لماذا تسأل الموءودة؟ أجاب بعض العلماء على ذلك بأن الموءودة تسأل لتبكيت من وأداها، لتبكيت من وأداها، وذلك له نظير في الكتاب العزيز هو قوله تعالى يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فلماذا وجه السؤال لعيسى عليه السلام؟ وجه لعيسى عليه السلام لتبكيت من عبدوه، لتبكيت من عبدوه، والله أعلم. سائل يسأل، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل السائل عن حكم المضمضة من اللبن، هل تجب أو لا تجب؟ أقول بالله التوفيق هي تستحب ولا تجب. أما الحديث الذي فيه مضمض من اللبن فإن له دسما فلا يصح سنده، والله أعلم. إنما الوارد أن النبي تمضمض لكن ليس إيجابا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. نصاف يا شيخ. نعم. أنا شغال في الفور وصعب ويبعد دي يعني بيسراوي يعني، فهل كده بحرم عليه؟ لا انصح، من رأى منكم مكرم فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل عن حكم التعوذات بعد التشهد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره، هل تجب أو أنها تستحب؟ الظاهر أنها تستحب، ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، فهذا يفيد الاستحباب لا الإيجاب، والله أعلم. السلام عليكم. أما قوله إذا تشاهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع بلفظ الأمر فضعيف بلفظ الأمر، والصواب أنه فعل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشاهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تشاهد تعوذ بالله من أربع،
ليس أمرا إنما فعلا منه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. قول يسأل عن مسألة تقبيل لقمة الخبز إذا سقطت، هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك؟ أقول وبالله التوفيق لا أعلم شيئا واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملزما أو غير ملزم بتقبيل لقمة الخبز إذا سقطت، والله أعلم. يسأل سائل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل سائل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، هل هذا ثابت وما المراد بالرمي؟ الرمي الحديث ثابت صحيح في صحيح مسلم، أما الرمي فكل ما يرمى به، الرمي بالطائرات، الرمي بالمنجنيق، الرمي بالسهام، كل ذلك داخل في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك يا فندم زي فين؟ الحمد لله. حضرتك كان قريت تصريح للدكتور ياسر البرهاني بيقول فيه ان فضيلة الشيخ حازم مش مرشح الدعوة السلام. طيب ما المطلوب مني انا؟ هو قال ذلك، قوله يخصه. بارك الله فيكم. اقول بالله تعالى التوفيق، سائل يسأل عن حكم النوم على البطن. أقول بالله التوفيق إن الحديث الوارد في النوم على البطن في المنع منه ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل يقول جارتي كادت تسقط فأخذت بيدها لمنعها من السقوط، هل آثم لكون يدي مست يد امرأة؟ لا تأثم فهذه ضرورة، والله سبحانه يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أني أحبك في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. كان عندي سؤال لحضرتك بس. اتفضل. عندي ولد في سن زواج وانا معايا مبلغ، هل اذهب للحج ولا هل ازوجه؟ اذهب للحج، لان الله قال ولله على الناس حج البيت، ولم يقل ولله على الناس تزويج الابناء الذكور، فالحج فرض عليك، اما تزويج الولد ليس بفرض عليك، والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس يا شيخ، أنا عايز أسأل عن حكم دخول الحائض المسجد للتعليم أو لسماع خطبة الجمعة، جزاكم الله خيرا. وجزاك. هذه مسألة فيها خلاف، والجمهور يمنعون واختار الرأي القائل بالجواز ما لم تلوث المسجد، والله أعلم. تقول السائلة وهي فتاة إنها خطبت، وأحيانا يأتي الخاطب فيتكلم معها بكلام يسبب لها خروج سائل شفاف، فهل تغتسل منه أو لا تغتسل؟ قل بالتوصيف المذكور إذا لم يكن الخارج منيا فهو مزي، وهذا يستلزم غسل المحل مع الوضوء، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال يا فضيلة الشيخ. تفضلي. أنا عندي وسواس قهري من الكلاب،
فلدرجة أنني جاري عنده كلب بحرم أولادي يلعبوا مع أولاده وأعصابي بتتعب من لا كده أنت تجاوزت الحد. نعم. ارقي نفسك، أعرضي نفسك على طبيبة مسلمة ثقة، ارقي نفسك مع الدعاء وأعرضي نفسك على طبيبة مسلمة ثقة والله أعلم. السلام عليكم. تقول السائلة: هل يجوز لي فرق الشعر من المنتصف أو من على جنب؟ لأن بعض النسوة يمنعن من ذلك. قولوا بالله تعالى التوفيق. كل ذلك جائز إذا كنت تفعلين ذلك تزينا للزوج أو تجملا، بعيدة عن الأجانب في ذلك والله أعلم، أعني حيث لا يراك رجل أجنبي والله أعلم. سائلة تسأل: ما حكم عمل شعرها فوق رأسها ككعكة فوق الرأس؟ أقول وبالله التوفيق: إذا كان هذا في البيت أو في وسط النساء فلا مانع، أما إذا كانت تمشي في الشارع ورأسها عليه كعكة فإنه يلفت النظر إليها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كانت تفتن تبعد عن الفتنة، أما إذا كان في البيت أو مع الزوج فلا بأس بذلك والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم بيع القطة؟ أقول بالله التوفيق: لا بأس ببيع القطة، والحديث الوارد في النهي عن بيع السنور يعني القط حديث ضعيف غير ثابت معلول. نعم أخرجه مسلم، لكن زيادة السنور يعني القط معلولة، إنما الثابت النهي عن بيع الكلب، أما القطة فلا والله أعلم. يسأل سائل عن حكم وضع المرأة المكياج ثم الصلاة والمكياج عليها، قل لا بأس بذلك والله تعالى أعلم. إذا وضعت المكياج بعد الوضوء وصلت لا إشكال في جوازه، فهو جائز والله أعلم. يسأل سائل عن القراءة في ركعات الوتر الثلاث، ما هي بعد الفاتحة؟ بعد الفاتحة: سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، والكافرون في الثانية، والإخلاص قل والله أحد في الثالثة، وإن شئت قرأت سورا أخرى لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ما السؤال يا أختي؟ تقول السائلة وهي امرأة: هل يجوز لي وابني صغير السن عمره سنة أن ألبسه طوقا في صدره أو لا يجوز؟ أقول: هذا جائز، لأن فاطمة ألبست الحسن بن علي أو الحسين بن علي سخابا وكان خارجا لأبي هريرة رضي الله عنه وكان صغيرا والله أعلم. يسأل سائل عن معنى الأزلام المذكورة في قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الأزلام أقداح ثلاثة مربوطة ببعضها، كان الشخص إذا أراد عملا
يدورها، مكتوب على قدح منها افعل، وعلى الآخر لا تفعل، والثالث أبيض، وهناك سهم مثبت، إذا توقف الحجر الذي عليه افعل عند السهم يسافر، لا تفعل لا يسافر، جاء الأبيض يعيد الكرة، والأزلام محرمة والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة، اللهم آمين. وأوصي نفسي وأوصي إخواني بتقوى الله وبالإكثار من ذكره، وأوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، وبرد المظالم إلى أهلها. وأوصي الرئيس المصري المسجون وبطانته وكل مسرف على نفسه برد المظالم إلى أهلها حتى يسلم لهم أمرهم مع التوبة إلى الله، والله أعلم. هذا. وأوصي نصارى مصر بتقوى الله ونبذ ما هم عليه من الاعتقاد الفاسد الذي مؤداه أن الله له صاحبة أو ولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. هذا. وأوصي الصوفية في مصر بترك ما هم عليه من الباطل وسؤال المدد الذي يفعلونه، إذ يسألون الأموات المدد وأطلبون منهم جلب النفع ودفع الضر، فأحذرهم من هذا، فهذا شرك بالله، والذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله. هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.